نبتدي باهم الملفات اللي موجوده معانا. في اجتماع للجنه السياسات النقديه في البنك المركزي يوم الخميس 18 مايو الجاي، والمصريين مستنيين يشوفوا على السوشيال ميديا اخبار عن التعويم والفايده والتضخم، وفي حاله انتظار مش عارفين ايه المستقبل في الاقتصاد، واللي معاه فلوس قاعد بيها مش عارف يعمل ايه، هل استثمرها في الذهب ولا هل اشتري بيها سلع معمره ولا اشتري بيها شهاده ولا اشتري بيها عقار. الطبقه المتوسطه قلقانه بسبب الشائعات الكتير وبسبب مستوى حياتهم اللي ما بقاش زي زمان، وما نقدرش ننكر حاجه زي كده. السؤال دلوقتي احنا رايحين على فين؟ معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي. يا دكتور رشاد اهلا بيكي. مساء الخير، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا. تقول ايه للناس في الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي؟ تقول لهم ايه؟ شوفي، المواطن النهارده بقى خبير اقتصادي، كل مواطن في حد ذاته بقى خبير اقتصادي. ليه؟ الا لقمه العيش، الا الغلاء، الا جوده الحياه، الا اربي ولادي ازاي، الا اني اشوف حياتي افضل كثيرا مما هي عليه. فكل الناس النهارده بقت بتهتم بالاقتصاد على عكس فترات زمنيه طويله كان الكلام كله في السياسه وبالتالي الناس النهارده هل الغلاء مأثر على حياتهم؟ بلا جدال النهارده التضخم، والتضخم باختصار شديد يعني ايه؟ يعني ارتفاع الاسعار. فهل ارتفاع الاسعار تأثر عليهم؟ ليه؟ لان في مصطلحين مهمين قوي وضد بعض. بيقولوا ان في حاجه اسمها الدخل النقدي، حاجه ثانيه اسمها الدخل الحقيقي. في فرق بين الاثنين؟ هو ده دخل وده دخل. اقول لك لا. ليه؟ لان الدخل النقدي عدد الوحدات النقديه اللي بقبضها، انا بقبض 2000 جنيه. انما الدخل الحقيقي، طب بتجيب بيهم ايه؟ هو السؤال. بقول بجيب بيهم مثلا 100 وحده سلع وخدمات بين ايجار وتعليم وصحه ومواصلات والكلام ده كله. طيب لو زاد دخلي لبدل 2000 ل 3000 كان مفترض يبقوا 150. طب لو نزلوا بقى ل 80 يبقى انا دخلي الحقيقي نقص. ليه؟ كنت بجيب 100 وحده سلع وخدمات، دلوقتي بجيب 80 بس، يبقى دخلي الحقيقي نقص. فعشان كده المواطن بقى خبير في الحته دي كلها، لانه بقى عارف ايه اللي يقدر يجيبه وايه اللي ما يقدرش يجيبه، وازاي يضغط مصروفه، وازاي يلغي بعض حاجات مش اساسيه وما الى ذلك. فعشان كده الاوضاع النهارده الناس كلها بتفهم في الاقتصاد. ايوه، الناس النهارده بقت كلها بتعرف الاقتصاد وبتعرف فيما يسمى بالاولويات. يعني بدل ما باكل كل اسبوع لحمه مره، لا باكل مرتين في الشهر. بدل ما كنت مثلا بروح سينما مره كل شهر، لا دلوقتي كل 3 اشهر، وهكذا. فعملت اولويات في حياتي. ليه؟ لان دخلي الحقيقي نقص، وبالتالي علشان ما تجيش يوم 15 و18 و20 اقول فلوسي خلصت وما اعرفش اكل الاولاد، يبقى لابد اعمل اولويات جديده واضغط والغي بعض العادات. و الدولار رايح على فين يا فندم؟ الدولار مشكله كبيره. ليه؟ لان بصراحه شديد احنا شعب غير منتج، وللاسف ما دام ما بنتجش كتير يبقى عندي مشكله، لان انا النهارده بستورد حاجات كتير من بره، لما استوردها بالغالي هبيعها للناس بالغالي، يبقى التضخم هيزيد، يبقى معاناه الناس بتزيد، يبقى جوده حياه الناس ما بتزيدش، وبالتالي دي مشكله كبيره جدا. فالدوله بتعمل ايه؟ بتضطر تعمل ايه؟ لان الدولار ده بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه 3 4 حاجات اساسيه. اما بجيب ثانية واحدة ممكن صوت. اما ان انا بجيب بيها احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية والاساسية، دي واحد. بجيب بيها مستلزمات انتاج، الناس تشتغل ومصانع تشتغل عشان ما تضطرش اقفل المصانع لاني ما عنديش مواد تشغل المصانع. او ان افرج عن السلع اللي موجودة في الجمارك ومش قادر افرج عنها عشان الافراج عنها بالعملة الاجنبية. فانا بالنسبة لي العملة الاجنبية مهمة جدا. ايوه مهمة جدا. طب لو ما عنديش عملة اجنبية او فيها ازمات، يبقى مشكله كبيره، وهنا تتخيلي بقى السوق السوداء. عشان كده بتلاقي النهارده بقى فيه فجوه بين سعر الدولار في السوق البنك، السوق السوداء وسعر اللي في البنك، بالظبط كده. فبقت في مشكله. تقولي لي طيب ما احنا عندنا برضه مشكله تانية. ايه هي؟ عندي فوائد ديون لازم ادفعها. طب فوائد الديون اللي هدفعها بره دي لو ما عنديش دولارات اعمل ايه؟ تبقى مشكله كبيره. علشان كده مصر ابتدت تعمل مجموعه من الافكار، منها اللي سميناه سياسه ملكيه الدوله، وثيقة ملكية الدولة. وقلنا ما فيش مانع هنبيع بعض البنوك او حصص منها وبعض الشركات وحتى شركات الجيش علشان اقدر اجيب دولارات، ما يبقاش عندي مشكلة، خاصة ان انا سنة 23 عليا فوائد ديون 17.2 مليار دولار،
والسنه الجايه عندي 24.6 مليار دولار هجيبهم منين؟ يا اما اشتغل وانتج واصدر واعتمد بقى زي قناه السويس تتحسن دخلها والسياحه الحمد لله تبتدي تمشي وتشتغل عشان اقدر يبقى عندي ايرادات اقدر اسدد الكلام ده كله، خاصه اذا اتحجزت السلع في الجمارك هيبقى في عجز في السلع والخدمات، ما دام في عجز في السلع يبقى اسعارها ترتفع، يبقى التضخم يرتفع، عشان كده البنك المركزي من حين لاخر يبتدي يقعد ويجتمع ويشوف نقدر نعمل ايه، لان عنده اداتين مهمين قوي، اداه اسمها سعر الصرف واداه اسمها سعر الفايده. سعر الفايده للجنيه المصري، للجنيه المحلي للعمله المحليه، دي لما لقى التضخم ارتفع قوي عايز امتص الكلام ده، طب بترتفع قوي ليه؟ عشان في سيوله كتير في السوق، احاول امتص السيوله اللي في السوق ارفع اسعار الفايده. بس هي فايده دينه ومدينه. فبالتالي اقدر بالطريقه دي اخلي ناس كتير بدل ما تصرف فلوسها في السوق تحطها في البنك، وبالتالي السيوله تقل، الطلب على المنتجات تقل، الاسعار تقل، التضخم يقل. فهذه واحده. معلش انا عايزه في موضوع الاسعار ده، هو اللي بيغلى بيرخص تاني؟ لو ولا بتتكلم على السلع الاساسيه فقط؟ ما انا بقول لك ده يتوقف على ايه؟ لو اشتغلنا اكتر، لو ما استوردتش، لو عملت يعني مديك مثال صغير قوي وخايب قوي في نفس الوقت، تعرف انا بستورد كام في المية من احتياجاتي من الزيت؟ زيت مش هقول لك حاجة كبيرة، مش زيت مكن ولا زيت آلات، زيت الطعام بستورد حوالي فوق 85%. طب وانا ما اقدرش ازرع شوية عباد شمس واقدر ازرع شوية الكلام دوت واعمل الكلام ده ومنيام الفراعنة، واحنا عارفين ان الفلاح المصري وهو كان فيه المكن اللي والعصارات اللي كان بتعصر الزيت، زيت زيتون والكلام ده كله. طبعا حاجة مهمة، يعني الامة لازم تنتج غذائها ودوائها. بالظبط. فانا طول ما بنتجش منتجي بستورده من بره، طب لو انتجت جوه وعملت اسواق زيتي مش هيبقى في طلب كبير على الدولار، فالدولار سعره ينزل تبقى الحياة أفضل. إنما طول ما أنت مزنوقة وما عندكيش لا أكل ولا شرب ولا مكان ولا 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 وما بتشتغليش وما بتنتجيش هتضطري تستوردي من بره، وبالتالي الطلب يبقى كبير. إيه اللي هيحصل في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس 18 مايو الجاي من وجهة نظرك؟ يعني متوقع إيه اللي ممكن يدور في الجلسة؟ بالضرورة هيضطر البنك المركزي أو لجنة السياسات هتضطر ترفع سعر الفايدة مش أقل من 2% كمان. ليه؟ عشان زي ما قلنا أقدر ان انا بحد ادنى اخلي الناس تحط فلوسها في البنك وامتص السيوله الزائده اللي في السوق، وبالتالي ما اخليش الطلب على المنتجات كتير، وبالتالي اخفض معدل التضخم. فدي مساله مهمه. طبعا مساله مهمه. هل هيجي جنب سعر الصرف؟ ده يتوقف على مجموعه اعتبارات، لانك انت احنا عارفين ان الدول الخليجيه عشان تيجي تشتري البنوك والشركات بيقول لك خفض والله سعر الصرف، وي صندوق النقد الدولي لما اداني قرض قال لي اديك القرض بس بشرط واحد، من فضلك انا عايز او مجموعه شروط صغيره في مقدمتها لازم يكون عندك سعر صرف مرن. يعني ايه مرن؟ يعني لما الطلب عليه يزيد يطلع سعره مفيش مشاكل او يتخفض الجنيه المصري. وبالتالي بلا جدال هنضطر للاسف عشان نلغي السوق السوداء هيضطر يحرك البنك المركزي سعر الصرف. هيحصل ممكن يحصل تعويم اخر. هيخاف. ما هو ما اقدرش اقول تعويم، لان التعويم هو ايه؟ التعويم انك ما تتدخليش وتخلي العمله تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، فانت عملت ده من 6 سنين، انما بسميه خفض قيمه العمله، وبالتالي خفض قيمه الجنيه، بس هيتخفض بقد ايه وبكام ده كمان. اصل هو الفرق اللي موجود، الفرق اللي موجود ما بين السوق السوداء، بين السعر في السوق السوداء والسعر في البنك، مخلي المصريين في الخارج كمان بتبتدي تاخد بالها، مش عايزين يبعتوا فلوس. ما هو انت وعشان كده بالظبط، وعشان كده تلاقي تحويلات العاملين المصريين في الخارج نزلت تقريبا لحد دلوقتي 25%. نزلت 25% بالظبط كده. ليه؟ لانه هو النهارده متشحطط وبيشتغل بره يطلع عيني ليه؟ عشان قرش. طب لما النهارده بيحول له 1000 دولار، 1000 دولار وفي فرق بين السعرين 5 6 جنيه، يبقى معناه ان هيجي له 5 6000 جنيه. طب يا دكتور رشاد، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، في حاجات بايدينا وفي حاجات مش بايدينا، انا عايزه انصح الناس بالبلدي كده، تمام؟ الناس تعمل ايه؟ يعني اللي شايل قرشين دلوقتي على جنب مش كتير، يعمل ايه؟ شوفي يعني الناس تتصرف ازاي؟ يعني يحافظوا على قيمه الفلوس اللي موجوده معاهم دلوقتي ازاي؟ شوفي، في فرق بين حاجتين، في فرق بين مواطن ما عندوش فوائد، وفي فرق بين انسان عنده شويه فوائد راح اشتغل بره فتره من الفترات، عنده قرشين، عنده مدخرات. فاللي ما عندوش ده، الناس كلها فجاه كده اتجهت فتره للذهب، سبايك 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 سبايك، ودلوقتي الذهب نزل اهو، هنتكلم عنه كمان شويه. فالناس دلوقتي يعني اللي محوش له قرشين حتى لو صغيرين يحافظ على قيمتهم ازاي؟ اتفضل. انا لسه بقول ايه؟ هنا المواطن المصري حاجه من اثنين، يا اما مواطن ما عندوش فوائد ولا، وده الاغلبيه. ف
فده زي ما قلت لك بيضطر يعمل اولويات، يعني بيلغي بعض بنود من الجدول حياته، بيخفض استهلاك بعض السلع وهكذا. انما اللي عنده الفوائد بيعمل بيها ايه؟ اقول لك ده بيتوقف على تركيبته النفسيه، هل هو مخاطر ولا مش مخاطر، عنده اولاد ولا لا، لان اللي عنده اولاد ما بيحبش يخاطر لان ده قرش الاولاد. خلينا نتكلم على اللي مش عايز يخاطر. بالظبط كده، فده للاسف بيبقى ما عندوش اكتر من او اول وسيله او اسرع وسيله بالنسبه له البنك. ليه؟ لان بيجيب لي عائد شهري، وبالذات الشهادات، يعني النهارده كان في فتره من فترات شهاده ب 25%. ومتوقع لما يطلع كمان 2-3% ودلوقتي 19، فيبقى مش اقل من 2-23%، ممكن يوصل ل 25%. ففلوسك بتتضاعف في 4 سنين. فده ميزته الاساسيه ايه؟ بيجيب لي عائد شهري ثابت لمدى زمن طويل، اللي هي الشهاده البلاتينيه 3 سنين. فبيجيب لي عائد شهري ثابت كل شهر يساعدني على المعيشه. ليه؟ لان برضه خدي بالك من ملاحظه مهمه. في علاقه بين عنصرين مهمين قوي، معدل التضخم وسعر الفايده. يعني ايه؟ يعني لازم الاثنين لما يطلعوا مع بعض، والاثنين ينزلوا مع بعض. يعني ايه؟ يعني اما اديكي مثال، لو انت النهارده على سبيل المثال حطيت فلوسك في البنك وخدتي 25% فوائد، ده شيء جميل قوي، حطيتي 100 جنيه بقت اخر السنه 125 جنيه، حلوه قوي. لكن لو التضخم 40%، يبقى بقى اللي عندك او قوه الشرائيه بتاعت الفلوس اللي عندك بقت 125 ناقص 40 بقت 85، فقوه الشرائيه بتاعتك للفلوس بتنقص. فدي المشكله الرئيسيه، وبالتالي يا ريت يبقى كل هم الحكومه ازاي تخفض معدلات التضخم اهم كتير انك ترفع مرتباتي. ليه؟ لانك لو رفعت مرتباتي مشكله. ليه مشكلة؟ أقول لك لأن القطاع الخاص المستغل بيلاقي الموظف جاله فلوس، طب ما أنا أولى يرفع معدلات الأسعار وأسعار السلع والخدمات بمعدلات أكتر من اللي جالك. أيوه أنت جات لك 10%، أرفع المرتب للأسعار 15%، فخد كل اللي جايلك وخد 5% من رصيدك القديم. فعشان كده يا ريت يا حكومة كل تركيزك ما يبقاش تزود مرتباتي بقدر ما تخفض معدلات التضخم السائدة في السوق عشان الأسعار تنزل أكتر. رقابه على السوق، رقابه على الاسعار، رقابه على الاسعار، وخاصه السلع الاساسيه. ده اكيد رقابه كبيره، في اكتر من حاجه ممكن اخفض بيها معدل التضخم. طيب انا بشكرك جدا دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، وده كان ملف